تجتمع أكثر من 80 مؤسسة في معرض الأثاث ولواحقه، عارضة ما تنتج على الزائرين. منتجات كانت في القريب تحمل صنع بلد غير الجزائر، لكنها الآن محلية الصنع وذات جودة مماثلة. دونك الزوار راهم هنايا فرحانين بهذا المنتوج الوطني، وفيه الإقبال كبير لهذا المنتوج، لأنهم كما كانوا مالفين متعودين يشروا غير المنتوج المستورد من الخارج، ودوك الآن هم حاضرين معنا وهم يشوفوا بالليل ما عندناش وعلاش نخجلوا من المنتوج تاعنا. فتحت سياسة حظر الاستيراد المنتهجة منذ أكثر من 3 سنوات الباب أمام المؤسسات الجزائرية للسيطرة على السوق. يحدث هذا رغم الركود التجاري والاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ شهور. عندنا دي بروبليم دي فوا في لي بري، دي فوا يطلعوا دي فوا يهبطوا. عندنا بروبليم اوسي مع لا ماتيير تنقص بزاف، تولي ما كاينش كيفاش نشروها، يسمى ما نجموش نخدموا كاع لي برودوي اللي نحبوهم كل خطره وكيفاش. لو بوفوار داشا راه ناقص سي جورسي، لا فونت هي شويه ناقصه بارابور على اللي كانت سي ديرني زاني. با فاسيل بور تروفي لا ماتيير بروميير لي زاربو. وي انا ان تران دو شيرشي نوفو سوليسيون بور فابريكي بيان نوتر برودوي لانسي ان نوفو مارشي ان الجيري. تناقضات اقتصادية وسياسية متتالية جعلت العديد من المؤسسات تتأرجح بين التطور والتراجع في مناخ لم يسمح لها برسم خارطة طريق واضحة تسير عليها.